الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سيدي جمال بخير دكتور وسهلا. لاباس بخير؟ كثير ما تحكوش بخير كده شوية. الله يجزيك بخير يا دكتور، الله الله يبارك يبارك فيك. فيك. كي داير الأمور؟ كي دايرة الحمد لله. جديدة؟ جديدة اليوم فيها شوية البرد، تبارك الله ما شاء الله. لا هنا كاين الدار البيضاء، أنا دابا جيت لبيا وكاين البنات كاين البرد نيت ياك سبحان الله، كاين البرد. جو واحد واحد، لا لا جو واحد. أنا والمحمدية وش كاين؟ ما شاء الله ما شاء لا الله. كاين كاين. وسولت أنا واحد ديال العربية عندنا حنا هنا، تا هي كاين البرد. في البلاد عندكم ازداد عبد الواحد مذاكرة 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 حنا، انا واحد سطات. لا 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 مذاكرة أي حدا بالسليمان. انا واحد دار بيدانيت. أنا واحد حدا الدار. اي ما شاء الله، كيحكيوا عليهم ناس طيبين لا لا مذاكرة حنا، ما شاء الله. واحد 40 كيلو متر من كازا. ما شاء الله. يعني وجيران الدار البيضاء كيتسمعوا. ايه نعم. كاين ولاد زيان بانو زيان ايه اللي هما اصلا من الجزائر. سبحان الله، وانت هذا الشيء تبارك الله راك رائع في هذا الشيء. ابن القاص. وكاين هذوك، وكاين ولاد بوزيري صبليون سبحان الله جدهم هو ابن وزيري. ما شاء الله. ابني مسكين رومان طاليانيين. اسماء كاينه متداوله ما كنعرفوش الاصل ديالها. لا ابن جدهم هو ابن وزيري. سبحان الله ما شاء الله. وابني مسكين من من ساردينيا. ياك ساردينيا، علاش كيقول الحولي سردي؟ تماما. من ساردينيا هما طاليان رومان هما الاصل. ما شاء الله ما شاء الله سبحان ولاد الله ستيفن داوود اللي ادارس اللي شرفات ما شاء الله جيرانهم. ما شاء الله. ياش وديالكم انتوما راه جاء فلسطين دكالة. دكالة دكالة كلهم الا ثلاث قبائل هما اللي دكالة جاوا قبل 2800 عام سبحان الله. من اورشليم لما قتل داوود وجالوت كان كيعبدوا النار. أيه وعلاش المغاربه كيقولوا ناري ناري ناري؟ تماما. رجبوا دكالة قبل 2800 عام سبحان الله. ودخلوا وجاو معاهم اليهود. اليهود كانوا كيعبدوا او القوم المغاربه كيعبدوا الاصنام، هذا الرب ديال الشتاء، هذا الرب ديال كذا، كل حاجه عندها الرب ديالها. اليهود نعم. قالوا للمغاربه اللي كاينين هنا راه كاين الله الفوق، قولوا ليه اضغط على ذاك الرب اللي عندكم يعطيكم اللي بغيتو. من تما بقاو المغاربه كيقولوا الله يجعل سيدي ربي يعفو علينا ولاو جوج. ولاو جوج الله غادي يقول سيدي ربي اللي تحت يعفو علينا. سبحان الله. كيقول حتى في الجامع كيقول الله يجعل تماما. الله غادي يقول سيدي ربي اللي تحت. نعم سيدي الصلوات الخمس كنسمعهم. كيقول الله يجعل سيدي ربي. ما شاء الله. الله غادي يقول سيدي ربي. تماما تماما. ودكالة ذلك الساعة دخلوا جاو ما كانش هذا الاسم عندهم. نعم. دخلوا جاو فوق تيزنيت في عيط عوض الله. ايوه. بقاو مثلا عصر الحروب الموحديه مع البرتغال، الموحدون اللي كانوا شابكوا مع البرتغال في الشواطئ بين جديده واسفي. مشاو البرتغال جابوهم داروهم دروع بشريه على البحر. وكانوا جوج جوج كيمشيو ويجيو كيسرحوا البقر. من البرتغال ملي شافوهم عاقوا بهم كيوصلوا الخبر وما تلقوا عليهم اسم دوز كالاس. دوز كالاس كلمه برتغاليه معناها جوج دروعات جوج سراح. تماما. تما تما جات الدكاله. سبحان الله. ولكن ماشي كل شيء، كاين ثلاثة القبائل ماشي دكالة. كاينين جماعة بني هلال، لا هذو من اليمن. سبحان الله. ولا أربعة أولاد عمران يهود سلموا. سبحان الله. وولاد فارس من العراق، ولاد فارس ديال دكالة من العراق. ما شاء الله. وما تبقى كل شيء جاو من فلسطين لما جد الملك ديالهم هو جالوت لما قتل داوود وجالوت. سبحان الله، راه هذاك التعريف ديال أبي شعيب الدكالي راه كيشور فيه الأسماء ديال أي القبائل. أي. وهذا هو الاصل. وعاد وراه جدهم مولاي عبد الله بن مغار ومغار مغار بشلحه هو الشيخ. اي راه قال لك اصله من شل من شلوح. لا ما جاو من سوسو ما جاو من تيزنيت. تمام سبحان الله. هم امازيغ هذا هو الاصل. ما شاء الله. وفيهم بعض القبائل البرتغاليه، فيهم في بعض القبائل كتلقاهم الطاره ديال الامريكان. تماما. بحال ولد زروال دابا راه ميريكاني كيبان. ما شاء الله. اي اي راه هو من بني هلال. اشكي واخا هكا هما ميريكان اصلا ماشي عرب. الشكل ديالهم ديال وراه انا مني كيبرك حدايا في القهوه ودا سيدي عبد الواحد كنبقى نشوف فيه. لا لا هما راه ماشي هما لا هما اصلا غير هما عجم ماشي عرب. وعندنا واحد الناحيه ناحيه جديده العينين ديالهم خضرين. هذوك برتغال. سبحان الله. لا هذوك غير من الجدر ديال البرتغال مأصلين من البرتغال حيت البرتغال ملي دوزوا بزاف خلاو التركه ديالهم. تمام. اللي سلموا ولاد حريز برتغاليين اصليين فيه. سبحان الله. جدهم هو عبد الله البرتغالي اللي مشى لفرنسا وهرب. ما شاء الله. اللي كانت ملي نط الحروب الوطاسيه هرب هو مشى لفرنسا. نعم. ولا انت الا رجعتي لديك الغنى ديال العلوه. اييه. كيقول لي انتم ولاد حريز جدكم شريف عزيز خباره في باريس. شتي منين واخدين هذا الكلام هما؟ وعلاش ما قالوش خبارو في مكه؟
تماما واخذينه من الاصل. راه يرجع لهذا الدجاج هو اللي كيعطيك. تماما تماما. وعمر اخبارو باريس، باريس جاب على الهضره. تماما تماما. يقولوا اخبارو في مكه، اخبارو في كذا. القدس. كان مسلم القدس. سبحان الله. قال اخبارو باريس واحد هرب تم. مشى تما فعلا. ما شدوه تما تشد. سبحان الله. هذا هو البرتغال. الله يبارك. الله يكبر فيك استاذ. الله يرحمك. الله يبارك. وليت دكتور كنقول سيدي عبد الواحد من يجي عندي شنو النوع ديال الاكله الدكاليه اللي بغيها ان شاء الله. يا ربي يرفع هذا البلاء ونجيو ان شاء الله نشوفوكم. والله اللهم امين. ان شاء الله نرضى. امين يا رب. انتم الله يرفع هذا البلاء ونجيو ان شاء الله. تعالى يا عبد الواحد ان شاء الله. الله يبارك فيك. ان شاء الله. وسلام الاحباب والاخوان. مبلغ مبلغ عبد الواحد. الله يجزيك بخير. شكرا عبد الواحد. شكرا استاذ. الله يبارك. شكرا.